هذا الفار أنقذ جميع حياة العمال، وبالأخير العمال شافوا شيء ما بيتصدق في المنجم. حضروا الفيديو للأخير وشوفوا من إيش تفاجأوا العمال. هذا العامل كان عم بيحفر الصخرة، وبعد مرور وقت قصير فالعامل شاف فارة بكتفه، فارتعب من الفارة وشاله من كتفه، فلحتى الفارة تبعد عنه عطاها القليل من عشائه. وبعد هداك اليوم الفارة بطلت تعيفه لحاله للشخص. ففي يوم من الأيام هذا الشخص هو ونايم، الفارة اجت عضته من ايده، فالشخص فاق من نومه ولحق الفارة، وبعد ما امسك الفارة الشخص فانهدمت الصخرة محل ما كان نايم الشخص. فالفارة فعلا انقذته للشخص، ولكن بهديك اللحظة صارت الورطة الكبيرة وعصي الشخص هو والعمال. كملت القصة بجزء الثاني.